شيلة مهدى لسمو الأميرة أضواء بنت محمد بنت تركي آل سعود، تاريخ 2 سبتمبر 2022. الآن وحصري انتثر حبر المعالي كل جديد في عالم، ارفعوا صوت الأغاني وما معنا شخص ثاني فيها تحور. 05 ومن نظرها قد تهور تسحر عيون تراها زينها زين الطهاوي يتعب قلب الهواوي عزتي للي شقاوي طاح طيحها وراها القمر تجلس محلها والخشم سفن وسلها ربها زود حلاها أبدع الخلق بزينك تاج حسن في جبينك أقهر اللي حاسنينك زينك الفايق وطاها القمر لطل أضواء ما حد والله مثيلك والعيون اللي تخيلك شوفتك تكحل عماها كل فرس يوم انتخطت وطير حر لا تبطت كيف لا شلت وحطت من هو يصل مستواها دونها سيوف شطير لأنها فعلا أميرة السعود لها عشيرة دارهم مطيب ثراها آل سعود أهل الأمارة اسم الدايم في الصدارة وللأبد رفع شعارة مجد ثابت للقيامة 7-3-7 ما تغير عن مقامة جارهم يلقى السلامة عاشق من في حماة الوطن انتم أساسا وطن أخه والفراسة والمعالي والسياسة استلع فيها غريزة وفي نوفتها عزيزة ورغم الأعوام الوجيزة بالعقل محد كماها بالرخا فيها رحابة وبالشدايد بنت لابة سبهم ما ينتهم لعبة كل انطراها صيتهم شرقا وشاما في السنين اللي قداما وسط واديهم نشاما بالكرم ذايع نباها الكرم هذا
مكانا واهل فزعه واهل مانا جدهم حسم زمانا سيرته كل انقرا يا ملاك الحسن عذران ما شبهك غير بذران اعتلى بالكون قدران والله المطي عطاها شامخه ما هي قريبه وارثه زين وكلها ما هي غريبة أمها هي مبتداها لا حضرت للحفل طرة لأنها بالزين ترقى عود موت براس ورقى